باشمهندس خالد، باشمهندس خالد، انت في بدايه كلامك قلت لي حاجه عظيمه جدا على مارسيل كولر، انه واحد من اعظم المدربين اللي جم في مصر، يعني من اعظم مدربين العالم. مرحله شك كده للفرقه كلها كانت الفتره اللي فاتت قبل كاس العالم للانديه، وانا بايد رايك جدا انه مارسيل كولر واحد من اعظم المدربين الاجانب اللي جم مصر. مارسيل كولر، هل انتوا كاداره جالكم مرحله الشك دي في اي لحظه، ولا انتوا كنتوا مقتنعين ومؤمنين ان هو مش مشروع جيد للنادي الاهلي في المستقبل؟ لا يعني اولا خلي بالك احنا كمجلس اداره احنا لا نتدخل في النواحي الفنيه، لكن من خلال الكابتن محمود الخطيب المشرف على اعمال الكوره ولجنه التخطيط عمرها ما فقدت الثقه ولا لحظه واحده بس في مارسيل كولر، يعني بالعكس وربنا يوفقه، لان فعلا مشروع واتمنى ان هو يستمر مع النادي الاهلي يعني فترات كبيره، يعمل حاجه ان باسمه، لان هو الشك ان وجوده في النادي باسمه كثير 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 اكثر من ما هو اضاف للنادي الاهلي، النادي الاهلي هو اللي بيضيف لاي حد، فلكن هو كرجل محترف ورجل مخلص بشغله وعمله وبيشتغل ليل نهار عشان يقدر يعمل حاجه عشان يسعد الجماهير، وعارف انه عشان خاطر جماهير النادي الاهلي وان هو يستمر في النادي الاهلي ضحى باضعاف المقابل المادي اللي بياخده، لكن حبا لجماهير النادي الاهلي عشان هو عايز يعمل حاجه في تاريخه هو برضه وحاجه تضيف ليه هو كشخص